يعني كيقول كيخطفوا الزهريين وكيتواصلوا معنا شي نوامر اللي كيقول لك حقاره حنا كيهدونا من طرف واحد الفرقه عصابيه كاينه ما بين الكناسه. اما هذا كنقولوا ربما مسكين عاد كيتعذب، يعني ديك اللحظه ديال العذاب راه مازال عاد كيعيشها وانا جالس مربع يديا. اي حاجه خايبه كطيح لك في بالك صافي منك، واكثريه ملي كيطيح الظلام والكبده لا اله الا الله، راه واخا يكون ولدك ما غتحسش بحال ولد ولدك، والولد عنده 9 سنين ماشي يعني هو ولد كبير ولا. راه علينا ما نجريو علينا ما نخرجوا، كنهزوها كنمشيو عند الامن نخرجوا نمشيو للسبيطارات نخرجوا نشوفوا الاحياء اللي دايرين بينا. كيقول لك ظهور اول شخص من العصابه اللي اختطفوا عدنان وهذا وهذا، واخا هو ما كاين حتى شي حاجه. كيزيدوا الناس يصونيو علينا اللي في قلعة صراغنا وريكا وديك النواحي، كيقول لك بان راه كاين تما واحد السهريج كيهبطوا ليه سواسه وصافي. ارتبطت الاحداث ببعضها واستنتجنا ان تم اختطاف ديال هذا الولد هو والام ديالو. الاب الحاله ديالو هستيريا صافي، فيما بقى فيما كيسمع شي حاجه بحال دابا كاين الناس اللي كيخرجوا بهاد وسائل الاعلام كيقول لك ظهور اول شخص من العصابه اللي اختطفوا عدنان وهذا وهذا، واخا هو ما كاين حتى شي حاجه. صافي كيهز راسو كيمشي يشوف ديك البلاصه في فاس، مشى للطبيب المركب ديال فاس الاقليم يقلب فيه ما لقى والو. دابا كيسمع في شي بلاصه صافي كيهز راسو كيمشي صافي. حالتو كيبكي ليل ونهار ما كاين عس ما والو. كنمشيو عند الامن كيقولك راه حنا دايرين خدمتنا، نطلبو من الله يوفقهم ويرجعوا لنا الطفل هو والام ديالو. والكبده لا اله الا الله، راه واخا يكون ولدك ما غتحسش بحال ولد ولدك، والولد عنده 9 سنين ماشي يعني هو ولد كبير ولا. الام ديال المراه لا اله الا الله، والام ديال الاب لا اله الا الله محمد رسول الله، يعني بجوجهم لا اله الا الله. علينا ما نجريو علينا ما نخرجوا، كنهزوها كنمشيو عند الامن نخرجوا نمشيو للسبيطارات نخرجوا نشوفوا الاحياء اللي دايرين بينا. والله ما لك الحمد ربي هذا قادر بكل شيء. نتمنوا من الله تقريبا ما عمركم نهزوا ما كنعسوش، ولو كاع تعيا وتنعس كضربك الفيقه بحال اللي راك ناعس في الزنقه كتفيق مخلوع. صافي عندك التليفون وصلنا شي واحد واش جاي شي خبار واش قالوا لك شي حاجه واش صافي هكاك صافي كتفيق. عاوتاني كتلبس سبرديلتك ولا صندالتك عاوتاني كتخرج كتمشي للكوميساريه واش كاين شي جديد، كتمشي عاوتاني لهاد لابيجي ديال المنصور واش كاين شي جديد، تعاود تمشي للطبيب ربما لقاوهم شي بلاصه طايحين وجابوهم للطبيب ربما ربما. كنبقاو هكاك والناس كيجيو عاوتاني الصحافه وسائل الاعلام اللي كنقدموا لهم واحد التحيه كبيره اللي وصلوا صوتنا والحمد لله. الناس المغاربه ديالنا متضامنين معنا وكيصونيو معنا لا من داخل المغرب ولا من خارج المغرب، وهذا الشيء اللي كاين. ما كاين حتى شي واحد كيقول لك راه شفنا شي بلاصه، كاينين الناس اللي ما عرفناش واش نيتهم هذيك كيخلعوك، يعني كيقول لك هذاك السهريج راه فيه الكنوز وما كيقدر حتى واحد يدخل ليه، وراه جابوا كيجيبوا ليه الزهريين وهاشنو هاشنو. كاين واحد كيصون عليك بريفي وكيبقى كيتسمع عليك نتايا كيدخل لك الشك في راسك. وكاين الناس اللي كيتواصلوا معنا وكيتضامنوا معاك مدرا خويا واش لقيتي داك الولد واش كاين واش هادي واش نعاونوكم في شي حاجه واش. الله يجازيهم بخير كله وعقليته. لا ما قدرناش نمشيو لداك السهريج لان ملي مشينا عند الامن وقلنا لهم واش نركبو يعني نمشيو حنا لداك السهريج، قال لك بما اننا امن راه لونسينا هاد المغرب كامل، يعني راه البوليس ديال ديك المنطقه هما اللي خارجين باش يقلبوا تمايا. وحتى لو مشى الاب مثلا ولقاه في شي بلاصه مثلا واش غادي يمشي ويشد ويدخل؟ يعني داك الشيء راه خصو امن وخصو راه ما غيمشيش هو والسلام عليكم غيهز الولد ولا المراه ولا في حاله ما مثلا بانوا له شي بلاصه، راه الامن اللي خصو يتكلف بداك الشيء. اليوم السابع اختفى نهار 10 في الشهر، اليوم 17 في الشهر، اليوم 7 ايام مع عدنان ديال الشمال ديال طنجه. اي حاجه خايبه كطيح لك في بالك صافي منك، واكثريه ملي كيطيح الظلام بنهار كتقول ربما راه طاح شي قلوب رحيمه راه طاح شي ناس اللي غيشدوها ما غيصونيوها ما غي. اما بالليل صافي كتقول راهم في شي بلاصه راهم جالسين بالبرد راهم شادينهم كيعذبوا فيهم راهم، لان بنهار ربما كيكون رواج والانس خارج وبنادم كيتحرك. اما بالليل كل شيء صافي كيلقاو الفرصه ديالهم تما فاش كيخدموا هما ويتحركوا كيجينا في نفس الافكار في نفس داكشي كامل. وكنزيدوا حنا ربما هذاك كيجينا حنا صافي نسينا
اما هذا كنقول ربما مسكين عاد كيتعذب، يعني ديك اللحظه ديال العذاب راه مازال عاد كيعيشها وانا جالس مربع يديا، ربما هو راه شادو شي واحد وانا جالس مربع يديا. ومني كنخرجوا عاوتاني حدنا كنوصلوا للامن، كنخرجوا من هنا ندوروا من هنا سبيطارات كوميساريات، كنعاودوا نرجعوا بحالنا صافي، ما لقينا ما نديرو. لكن وسائل الاعلام كتجي هكا كتواصل معاك صافي، هادشي اللي كاين. ماشي هي خطيرة، خطيرة بزاف. والقضية ديال اننا ملي كندخلو هكا كنقلبو في وسائل الاعلان ربما تبان شي حاجة، كنلقاو عاوتاني ناس اخرين. دابا ولد في قنيطرة كيف ما شتي، واحد السيدة عاوتاني البنت ديالها اللي هنا في الحاجب، يعني كيقول لك كيخطفوا الزهريين وكيتواصلوا معنا شي نوامر اللي كيقول لك حقاره احنا كيهدونا من طرف واحد الفرقه عصابيه كاينه ما بين كناس وفاس، ربما كاين هادي، ربما جميع الافكار الخايبه كطيح لك في بالك، جميع الافكار ربما راه داروا له، ربما راه عاوتاني واحد شويه كتقول واكو كان وقع له شي حاجه مثلا، كره رماهم شي بلاصه لقاهم الامن لقاتهم الشرطه، هذيك هي اللي كتزيد تخليك شويه. اما جميع الافكار طيح لك في بالك، وكيف ما قلت لك تحت الليل ملي كتحشى نتايا في دارك هكايا وتبقى جالس، واخا كاينين الناس واخا كاينين، كتقول ربما راه اش وقع عليهم واش وقع عليهم، ونتمناهم الله الخير. عندنا امل باش انهم يجينا شي خبر، وعندنا امل ويقين كبير في الله سبحانه وتعالى، لانه هو اللي خلقه، هو اللي قادر به، هو اللي غينقذه ان شاء الله. ونطلبهم الله الخير، الله يهديهم، الله يهديهم على نفوسهم، لان اكبر الكبائر هو الشرك بالله والعياذ بالله. راه الشعوذة، راه ها الأموال، ها كلشي كاين، ولكن راه حياتك ما عايشهاش مزيان. الله يهديهم على نفوسهم يتوبوا الله سبحانه وتعالى، راه اليوم الدنيا وغدا الآخرة، يلطفوا بيه ويتعاونوا معاه ويوصلوه لينا. راه اليوم عندنا حنا عندنا ديالنا، وغدا غيكون عاوتاني عندنا ديالهم، وراه كما تدين تدان، راه اليوم علينا وغدا عليكم. الله يرحم الوالدين، لا لقيتو عدنان ولا لا شتوه ولا لا، تعاونوا معاه وصلوه هالدار ديالو. هانتوما كتسمعوا كاينه في مكناس في مرجان ثلاثة، ما توصلتوش لهنا رقم الهاتف هو 06 11 56 08 34، 06 11 56 08 34. غير اتصال، غير بنادم يكون متأكد، ولا بنادم يبغي يدلي بشي معلومة، ولا يهضر بالنمرة ديالو ويقول الو السلام عليكم انا فلان راني ها شنو كاين وها شنو كاين وها شنو كاين. ماشي الانسان كيصوني بريفي مثلا وكيخليك كتسمع مثلا هكا كلاب حشاك، ولا تسمع شي صوت ديال شي حاجة ما هياش، كيزيد يخليك ولا كيصوني شي واحد ربما كيبقى يسولك، يسول ويعاود كيصوني عليك دابا ويقول لك شنو درتو وفين وصلتو واش مشيتو عند البوليس واش مشيتو، انت كتخلي راسك تشك فيه، عاوتاني يسكت عليك واحد القسمه، عاوتاني يصوني عليك، عاوتاني يقول لك عم درا شنو درت واش يعني متبعك. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.